أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا ولذلك خلقهم وأمنت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة وكل نقص عليك من أنباء الرسل وكل نقص عليك من ما تثبت به فؤادك صدق الله العظيم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما تثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.
وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاء صدق الله العظيم وجاءك في هذه الحق وموعظة للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا وتوكل عليه
ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر فاعبده وتوكل عليه فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما صدق الله العظيم. كانت هذه الجلسه الفضيله الشيخ احمد عبد الناصر بدوي القارئ والمقيم بمركز مدينه ابو الاغواء. شكر الله سابقا.